معنا الآن كابتن فريق ميلانيستا صاحب المركز الأول. أولا ألف مبروك الفوز. الله يبارك فيك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكر جميع القائمين على هالدورة الجيدة من أول يوم إلى هاليوم. إن شاء الله ما شاء الله كل شيء كان على ما يرام، يعني مرة الجميع، الكادر، الحكم، اللعيبة اللي ضدنا واللي معانا، كلنا الحمد لله قدمنا. احنا كنا نبي نوصل انها تنمية اجتماعية اللي قدمت الدورة هذه، نبي نشكرها بان احنا نكون اجتماعيين اصلا وبنصير مع بعض، والجميع ان شاء الله دائما سدير وتمير كلها يد واحدة دائما ان شاء الله. كيف كان انطباعك عن المباراة وكيف دخلت المباراة؟ طبعا اكيد المباراة قبل النهائي بيكون فيها جانب ضغط نفسي، كيف حاولت انكم تتغلب على الفريق ان يكون تمتص الانفعال النفسي للفريق، حاولت ان تديرون المباراة بشكل انضباطي؟ والله شف الحمد لله احنا عندنا اداري اسمه مجيد القاسم، هو اللي اعطانا مع الاستاذ احمد السلوم، ما ننكر شيء، هذا كلهم قدموا الاشياء اللي مسخرة لنا يعني كلعيبة. اول شيء يعني انا اتكلم عني كان كابتن، اذكرني يعني ما في فرق بيني وبين اصغر لاعب، وبيني وبين ايضا كلنا يد واحده قدمنا اللي عندنا. اصلا المباراه الاخيره يعني احنا فكرنا فيها ان خلاص احنا قدمنا اللي علينا، فزنا بالبطوله كان بها، ما فزنا الحمد لله قدمنا اللي يرضينا، واهم شيء الاخلاق يعني في الكوره، والحمد لله هذا اللي احنا شفناه الحمد لله. يعطيك العافيه، ونذكر مشاهدينا بان اللاعب اللي امامنا اللاعب عبد المجيد الماجد كابتن فريق ميلانيستا. يعطيك العافيه كابتن. عفوا وليد جايثن. يعطيك العافيه. كلنا سوا. يعطيك العافيه. الله يعافيك حبيبي، ما قصرت. يلا سلام.